في صبات ربنا كشف لها ما تم في قلب العذراء وما تم في رحم العذراء. ربنا كشف لإليصابات ما تم في رحم العذراء وأنها صارت أم الله، وما تم في قلب العذراء من إيمان، لأن جوزها الشيخ الجليل زكريا لم يؤمن بكلام الملاك، والبنت الصغيرة دي أمنت. المحطة الثالثة أحبائي زيارتها لإليصابات وخدمتها لإليصابات. يقول الكتاب المقدس: فقامت مريم في تلك الأيام. أنا عايز بس يعني ألقي الضوء على كلمة فا. هي سمعت من الملاك هنا، من هنا، إن إليصابات حبلة وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، فقامت على طول. قرارها المباشر إنها تروح تخدم إليصابات. كان ممكن تستنى شوية، كان ممكن تستنى أسبوع، أسبوعين، شهر، اتنين، تستنى لما هي تولد تروح تبارك لها، تاخد لها هدية صغيرة وتبارك لها. وقد صارت أم الله، عشان كده إليصابات قالت: من أين لهذا أن تأتي إلي أم ربي؟ صارت أم الله. هي كانت أم الله لها يوم اتنين، عشان كده مرة من مرات واحدة جاية تقول لي، يعني واحدة متزوجة تقول لي: أنا حبلت بس حبلت غلط، وده يوم ولا اتنين يعني. قلت لها: ما فيش حاجة اسمها يوم ولا اتنين، دي العذراء كانت أم الله ليها يا يوم يا اتنين. وإليصابات قالت لها: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فأخذت القرار بسرعة. نمرة اتنين، يقول الكتاب المقدس: وذهبت بسرعة. شوفوا القلب الحامي، القلب المتواضع الحامي، ذهبت بسرعة رويدا رويدا يا أم الله، فأنت تحملين في بطنك رب السماء والأرض. لما ذهبت بسرعة. نمرة ثلاثة اللي عايز أعلق عليها هنا: فذهبت بسرعة إلى الجبال، من مدينة الناصرة إلى مدينة عين كريم بيهوذا حيث كانت إليصابات. كان في طريق طويل مطروق، وفي طريق وعر جبلي مش مطروق. هي أخذت الطريق الجبلي اللي مش مطروق عشان توصل بسرعة. فخلي بالكم يا أحبائي من كلمة فقامت، ومن كلمة وذهبت بسرعة، وكلمة إلى الجبال. كل حرف ليه معنى. ده أنت دلوقتي أم الله رويدا، لا، قلبها حامي وقلبها متضع. أنت رايحة تعملي إيه؟ رايحة أكنس وامسح واطبخ ونظف. رايحة أعمل إيه؟ رايحة أخدم هذه العجوز. نمرة أربعة في هذه المحطة: صمت اتضاعها. يعني كان ممكن بعد ما تدخل كده إيه؟ يعني تومئ بالكلام إنها بقيت أم الله. ما اتكلمتش خالص، ما قالتش حاجة خالص، لم تفتح فاها. إنما إحنا لو في نعمة معينة نجيب ميكروفون ونقعد نتكلم. طيب مش تقولي لها إن الملاك جالك وقالك وقلتي له وقالك وقلتي له وأصبحتي أم الله؟ قولي حاجة. ما قالتش حاجة خالص، مجرد قالت للقديسة إليصابات سلام، سلام بس. فبمجرد سلامها امتلأت إليصابات من الروح القدس، وامتلأ الجنين يوحنا في بطن إليصابات من الروح القدس. ودي اللي قالته إليصابات للعذراء بصوت عظيم: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك.
فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ وده كان كشف إلهي لأليصابات. أليصابات دي عظيمة جدا، ربنا كشف لها. العذراء ما اتكلمتش، إنما ربنا كشف لها فقال لها: مباركة أنت في النساء يا بنتي يا صغيرة يلي عندك 12 سنة، ومباركة هي ثمرة بطنك ده القدوس. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ مين أنا عشان تأتي أم ربي إلي؟ فأنا قالت لها إيه؟ وذا حين صار صوت سلامك في أذني، قالت سلام بس، ارتقد الجنين بابتهاك في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. هنا أليصابات ربنا كشف لها ما تم في قلب العذراء وما تم في رحم العذراء. ربنا كشف لأليصابات ما تم في رحم العذراء وأنها صارت أم الله، وما تم في قلب العذراء من إيمان، لأن جوزها الشيخ الجليل زكريا لم يؤمن بكلام الملاك، والبنت الصغيرة دي أمنت. فقال لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. طيب تعمل إيه العذراء قدام كل المديح ده؟ حولت المجد والمديح لمجد ربنا. يبقى نراجع تاني في هذه المحطة أحبائي. فقامت على طول، خدت القرار، ذهبت بسرعة إلى الجبال عشان ما تضيعش وقت، عشان توصل أقصر من لو خدت الطريق الطويل. ولما راحت لأليصابات ما تكلمتش خالص، صمت اتضاع يعني. إنما ربنا كشف لأليصابات، كشف لأليصابات ما تم في رحم العذراء وفي قلب العذراء من إيمان. فلما قعدت تمدحها أليصابات قالت لها: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ وذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاك في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. عملت إيه العذراء؟ خدت كل المديح ده وحولته لمجد ربنا، فقالت: تعظم نفسي الرب، تتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. هي بتمجد ربنا، القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبه، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياح خيرات وصرف الأغنياء فارغين. ولذلك أحبائي ياريت نتعلم من العذراء إن لما حد يمدحنا على نعمة ربنا ادهلنا ندي المجد لربنا، مش نفرح بقى إن الناس بتمدحنا. زي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول: لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة إنما نازل من فوق من عند أبي الأنوار. النقطة الجميلة جدا في هذه المحطة أحبائي إن أول ما أليصابات خلاص قربت تولد راح العذراء مشيت، مش تستني شوية عشان الناس ييجوا يقولوا إيه؟ يا سلام، برافو عليك، يا سلام بنت شاطرة خالص، يا سلام أنت بنت حلوة خالص، خدمتي العجوز دي. لا، أول ما خلاص هتولد راحت مشيت. دي مرات أبونا، 100 هييجوا يقفوا جنبيها، مشيت بقى. ده اللي بنسميه اتضاعي في اختفائها. حقيقة يا أحبائي المحطة دي، محطة زيارة أليصابات، محطة جميلة قوي. أنا شخصياً يعني بتأثر بيها جداً. نراجع تاني كده، أول حاجة خدت قرار إنها تخدم بسرعة فقامت. يقول لك اللي يعمل خير ما ينشرش، على طول يقوم يعمل خير. نمرة 2، ذهبت بسرعة بقى حامي. نمرة 3، ذهبت إلى الجبال في الطريق الوعر. طب استني شوية، طب استني لما حد يجي معاكي، طب بدل ما تقعدي فترة طويلة بس، ده انت توك الملاك ماشي من شوية. لا، اتضاع عجيب وخدمة جميلة.
في واحد بطبيعته خدوم، مش بس عايز اقول بطبيعته، يعني خدوم على طول من غير ما حد يزقه. واول ما وصلت لأليسا باط صمتت، ما اتكلمتش، ما قالتش. فربنا كشف لأليسا باط ما تم في رحم العذراء وفي بطن وفي قلب العذراء من ايمان. قالت لها ده مجرد سلامك بس خلى الجنين في بطني يرتقب بابتهاج. وامتلأت أليسا باط من الروح القدس. فأمام المدح اللي مدحته أليسا باط للعذراء، كان من العذراء إنها حولت كل الكلام ده لمديح ربنا، وتكلمت بتسبيحتها الجميلة اللي وردت في لوقا واحد: تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصا. وبعدين أول ما عرفت إنه خلاص أليسا باط تولد، راح تمشي. ده بقى اتضاعها في اختفائها، إنها تهرب من الناس وتهرب من مديح الناس. محطة جميلة جميلة في حياة أمنا العذراء.